بسم الله. يا بابا خلاص يلا شوف اخو يا شوف انت اللي خبطت. لا شوف شوف يا الله منكم. يلا 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 اخبطوا. انت لا لا يلا 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 انت خطيها. انت ليه انت يلا يا احمد يلا خلاص اخبطوا. طيب يلا خطيها انت. لا يلا انت. لا يلا مين اللي يخبط؟ يلا انت. ايش بدك يا حبيبي الملك؟ راح يبعد عنا. ايش تعيش معانا؟ انا بحب كاش تلعبش معنا. روح روح يلا من كتر ما بنطيقك لعبك معنا. يلا مين اللي خبط؟ مين انت؟ لا ايش انا. يلا كمان يلا مين اللي خبط؟ لا خير الحمد لله. كيف حالك انت؟ لحظة شوي بس خليني اشوف الاولاد. يا اولاد ايش في؟ ايش في يا اولاد؟ برد يا ماما. عارفة احكي جوال من صوتكم. ايش في يا ماما؟ نلعب. طب انا عارفة بيلعب بس لعب بصوت واطي. ليش هيك عاملين؟ يا هيك احلى. وليش انت واقفة بعيد عنهم يا جود؟ تعالي ماما تعالي حبيبي. ليش بتلعبوش احنا بوجود معكم؟ ماما عشان انا مريض. بقولي انت يعني بتفكر بس انت المريض. على فكره انتوا كلكم برضو مرضى زي اخوك وجود ولازم كلكم تتطعموا لانه انتوا ما اتطعمتوش يا ماما. عشان هيك يا حبيبي ماشي. ايش يا ماما نتطعم؟ اه يا حبيبتي لازم تتطعموا. كل ولادي اللي زيكم بياخدوا تطعيم. بس احنا عشان يا ماما بنخاف من التطعيم. بخوفش يا ماما التطعيم. كل الصغار اللي زيكم في عمركم لازم يتطعموا عشان ما يصيرش معهم امراض ولا يصير حاجه. وش بيصير يعني يا ماما لو ما اتطعمناش؟ بدنا نموت ولا ايش يصير فينا؟ خلص ضلكوش تسالوني اسئله مالكوش لازمه فيها. بتلعبوا اخوكم معكم وانتوا ساكتين ماشي. يلا لعبوا وبصوت واطي عشان ايش؟ عم اكلم جوال. تاخدوا تطعيم. لا يا ماما شو تطعيم؟ شو لازم تاخدوا تطعيم؟ شو هذا؟ حيصير فيكم زي ما صار في اخوكم كده. حتدخوا توقعوا. الله يستر. ايش صار فيك حبيبي جود ماما سامعني. انت انا عارفه انك سامعني ودايخ صح؟ هدول البنات لازم يروحوا على التطعيم وانا اروح اخذهم معايا عشان اخذك يا ماما. خليك هون يا حبيبي. يا بنات ياخذ الطعام ناس ولا نموت ما بتطعم. يلا وبدي فكره امشي نتخبى. يلا نتخبى. لا انا احمد انت تخبى. احمد خزان. انا بس شايف ايش انا هنا يا بنات. انا هنا بشوف. بتشوفنيش انا ماشي يا اولاد تتخبوا بتكونش تتطعموا. لها علي اصلا انا اللي بدور عليكم وعلى صحتكم. بس بتشوفوا بكره شو هعمل فيكم. حصيدكم حلاقيكم. خليكم متخبيين ماشي. انا بتتخبوا مني. لها علي اللي بدي اطعمكم. بورجيكم شو بدي اعمل هلا. حتصل على الدكتور وخليه يجوا هم مش عارفين ماشي. ده مش يطعموا قال. الو اي دكتور خير والله الحمد لله. بدي اياك تيجي بكره على الدار عندي عشان بدي اطعم الاولاد ضروري. وجود كمان وضعه كتير سيء وبدوخ كل شويه. الاولاد لازم يطعموا عشان ما يصير فيهم حاجه.
هم خايفين، انا مش عارفه اجيبهم عندك، هم خايفين. بديك انت تيجي على الدار عشان احطهم تحت الامر الواقع واطعمهم. خلاص بكره ان شاء الله بتكون عندنا. تمام اتفقنا. يلا عليك، يلا سلام. ايوه كده، بكره بيجي الدكتور وبتطعم وهم مش حاسين. ها يلا يا اولاد عشان اراجع لكم واسالكم اسئله. ويا ويلو اللي بيجاوبش صح، امبارح بتشردوا مني وبتكوش تطعموا. خلينا نشوف هلا واحد بيجاوبش صح. ماشي هاتي الكتاب هذا. يلا انت يا ساره، 5 + 7. خمسة زائد سبعة يا ماما. 12. وليمه ليه بتغششيها؟ عايزه اشوف بتتشاطري بسؤالك ولا لا. ماشي يلا انت يا يارا. 7 + 8. ثانية يا ماما. مطولة قبل ما تجاوبي؟ 15. ماشي صح. طيب شكلك دارسة وانت متخبية امبارح. وانت يا جود، 3 + 2. 5. ماشي يا جود كويس. ماما ماما شكل الباب ده، راح اروح انا افتح الباب. تعالي وين رايحة؟ انا بفتح الباب. اقعدي مكانك يلا. اقعدي لا تفتحي الباب. ماما يعني كنت رايحك يعني. اقعدي وخليكي في حالك. حاضر. ولكم مين هذا معقول جاي عنا؟ ولك يا اختي هذه اكيد امي محمد، لانه طلباتها كثيره. بدي خيارات، بدي بصل، بدي حبه بطاطا. اكيد اكيد الله اعلم. اكيد امي محمد اكيد. يلا يلا اجيت. مين؟ اهلا وسهلا. دكتور كلمتيني امبارح عشان طعم. ثواني بس. تفضل تفضل يا اولاد، اجي دكتور التطعيم عشان تتطعموا. يلا حد يصحى. تفضل تفضل تفضل. ايش في؟ ايش فيكم كنت خبيتوا؟ شايف من امبارح بدي اطعمهم وبتخبوا زي هيك. بدنا نطعم يا ماما احنا. يا ماما من قلبك شايف الدكتور عم طعم. بدنا نطعم احنا يا ماما. صار عندي طعم. بدي يصير عندي ماما. بدناش نطعم، انا بخاف. يا اولاد ما تخافوش يا اولاد، هي كلها بس شركه ابره وخلاص. خريحوني وخلصوا. يلا انا عندي شغل يعني. معلش بغلبك معايا، انا اللي جايبك على الدار اصلا. خلصيني يا اختي. طيب اصبروا شويه. يا ساره يلا يا ماما دورك. يا ماما لا لا شو لا يلا روح تطعمي. قومي يلا قومي يلا. لا يا ماما بديش. تعالي يا عمو تعالي. ما تخافيش يا عمتي، هي بس شكت ابره. يلا يا عمو شمري لي عنك امك من هنا. يلا 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 يا ماما يلا. خافيش يا ماما شوي. يلا يا عمو يلا. طب ماشي يلا بسرعه روحي يلا. والله يا اختي ما بنفع الكلام، انا عندي شغل انا. هاتي باقي الكلام. يلا معلش سامحني يا دكتور. يلا يا جود يلا يا جود. يا حبيبي يا جود يلا كلها شكل ابره. يا ماما تغلبنيش خالص. هوم انا والله يا ماما خايف. بديش اخد تطعيم. بديش خايف. يلا يا حبيبي ما ينفعش تغلبنيش، لازم تتطعم. خلص هوم يلا بسرعه يلا. لا. بس سيب الكرسي، انت اسمك من الكرسي. يلا قوم ما تغلبنيش. يلا 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 حبيبي حبيبي يلا ثواني. يلا يا عمو يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. مش 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 كافش يا عمو. مش مش بس اقعد. تعال يا عمو تعال. تعال يا عمو يا عمو تعال. بس تعال يا عمو انا بقول لك شوية بس شوية. هو احنا بدنا نلعب يا عمو مش هيك؟ يلا يا عمو شمل عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يلا خلص سلامة يا عمو. يلا يلا خلصنا خلصنا. اللي بعده يلا يلا خلصنا. تعالي كلها بس شوية دبوس على السريع. يلا يا عمو يلا. هاي جاي اخوك يا عمو. الدكتور جاي عندنا يا حبيبي. الدكتور جاي عندنا. هاي مش في شيء يلا عشان ريدك يا عمو. يلا 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 يا حبوبة يلا أحمد يلا يا ماما يلا يا حبيبي يلا امشي. يلا يا عمو يلا يا حبيبي يلا شمع عكمك شمع عكمك. شفتوا أحمد أشطر واحد فيكم؟ كم من إيد هذه؟ هذه ماما هذه. بسم الله يلا يا عمو. بتزعجي ماما لا بتزعجش يا حبيبي. شفتوا شاطر أحمد. يلا يا سارة يلا حبيبتي يلا يا ماما يلا. شمري لي عن كمك. يلا يا ماما طلعتوا روحي عشان تاخذوا لبا. يلا ايوه ما بتجع بتجعش. يلا خلص سلامة. خلصنا هيك. هاي ماما خلص ماما بدي اخذ التطعيم يا ماما. ما لكوش دعوة انتوا خليكوا ساكتين. لا خذي طعمتينا. اسكتوا ما لكوش دعوة. معلش يا دكتور بسيطة يا اختي. هذول خلص يا اختي هذول ترميهم. يعطيك العافية دكتور. معلش طلعتك طعمنا. بالسلامة ان شاء الله يا عم. الله معك الله معك. معلش دكتور سامحنا. الله يسود وجهك. وهيك سودتوا وشي قدام الدكتور كله تطعيم. شفتوا كيف ايه خدتوها على السريع؟ هيك عملوا دور الدكتور فضحتوني. شو صار فيكم؟ شو صار فيكم؟ شو؟ ما بتجعش يا ماما. احمد اشترى
واحد فيكم حكى بتجعش. وانا بتجعش. وانت هلا ايدك صارت بتجعش. امي ماما كان خايف الكذاب حكي لك بتجعش. طلعتي روحي. انا خلص. مفكره مفتوحه. طب خلص جعتوا راسي. الحمد لله اني خلصت منكم وطعامتكم عشان بعدكم تعملوا ليش قصص. هل جبت يا ماما عصير بط المريض؟ يا ماما التطعيم هذا بخليك مش مريض، لازم تكونوا تطعموا. يعني يا ماما احنا كلنا بدنا نموت مثلا لو ما خدناهاش؟ لا اجعتوا لي راسي وقسم بالله حاسه راسي هيك منكم. يلا كلكم ادخلوا جوا. يلا ماشي يا ماما. يلا ماشي. ليش يعني يا ماما لازم انت لما نحكي معك تطردينا؟ روحي جوا وانت ساكته. يلا اجري. ايه طيح اصلا. يلا جود الثاني زيهم. يلا سلام يا ماما. هدي لبس. روح يا جود. اوف جعتولي راسي.